وقعت جمعية دونما الخيرية على اتفاقية صحية بينها ومؤسسة خدماتنا، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين بالمؤسسة. فاطمة داود اللحمير. إن داء السرطان يعتبر من الأمراض الخبيثة التي تدمر حياة الإنسان، حيث أصبح متفشياً في مختلف الأوساط الاجتماعية ويصيب كل الفئات العمرية ذكوراً كانوا أم إناثاً. ويعتبر علاج السرطان من أصعب العلاجات، إلا أنه بفضل التطور الطبي الحديث تمكن الأطباء والباحثون على السيطرة من بعض أنواعه وعلاجه، الأمر الذي دعا بجمعية دوناما بتوقيع اتفاقية عمل مع مؤسسة صحتنا للخدمات الطبية، والتي بدورها لها تعاون قائم مع مستشفى HCG في الهند، والذي يعد من أفضل المستشفيات في علاج كافة الأورام السرطانية بأنسب الأسعار في الشرق الأوسط. رئيسة جمعية دوناما سميرة الغالي محمد أدرجت في كلمتها بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل علاج مرضى الأورام السرطانية بأسعار مناسبة، وذلك عبر التعاون القائم بين مجموعة صحتنا ومجموعة مستشفيات HCG الهندية. ممثل مؤسسة صحتنا للخدمات الطبية أعرب هو الآخر عن الهدف الأساسي من توقيع هذه الاتفاقية. الاتفاقية اتضمنت اللي هو وضع استراتيجية مع مؤسسة دوناما لسد احتياجات شات في مجال مرض السرطان، اللي هو المتمثل في تسهيل العلاج بالداخل، إنشاء مراكز صحية، مستوصفات، مستشفيات، مساعدة المرضى بالعلاج في الداخل أو في الخارج إلى مستشفى هيلث كير جلوبال اللي هو المتخصص في مجال السرطان. ويمكننا القول بأن هذا التعاون القائم بين المؤسستين يرمي إلى مكافحة الأورام السرطانية بمختلف أنواعها، ويؤمل من توقيع مثل هذه الاتفاقيات تسهيل تكاليف العلاج المادية لجميع المصابين بهذا المرض الخبيث. قدم